أعضاء لجنة المستشارين القانونيين السيدات والسادة الحضور، أهلا وسهلا بكم في إطار الملتقى الرابع للجهات. اسمحوا لي بداية أن أتقدم باسمكم جميعا بأسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على تفضله بإضفاء رعايته السامية على هذا الملتقى الوطني العام. وباسمكم أيضا أرحب بالسيد لين فيبريك رئيس مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لدى مجلس أوروبا، وأشكره هو ومساعديه على تلبية الدعوة. سيدات والسادة، نلتقي في هذه المحطة التداولية التشاركية الرابعة لمواصلة تضامن سبل إنجاح الورش المهيكل الكبير الذي دشنته بلادنا بمقتضى دستور 2011، والهادف إلى إرساء مستوى جديد للتدبير المجالي مبني على فكرة الجهوية. هذه الجهوية التي استمدت شرعيتها من مشاركة المواطنين في تشكيل مجالسها، والواضعة كغاية لها إنجاح مسلسلات التنمية التي فشلت مقاربتها من أعلى عبر إنصات أكبر للمواطنين ومعرفة أعمق بإشكالات المجال ورهاناته وتحدياته، كل ذلك في تقاطع والتقائية بين ما هو جهوي ووطني. لقد كان وعينا مبكرا بالمسؤولية الكبيرة لمجلسنا في مصاحبة ومواكبة أجرى في هذا التحول المجالي من منطلق ما خص به الدستور مجلسنا من أحكامه، فمجلسنا تنحدر ثلث أخماس مكوناته من الجماعات الترابية، وما نص عليه في فصله 137 من أنه تساهم الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين. لذلك سعى مجلس المستشارين بما يعود به من اختصاص أن يكون برلمانا للجهات من خلال تجويد التشريع النافذ والدفع بإخراج النصوص التنظيمية التي يتوقف عليها إعمال القانون التنظيمي المعني وتقييم أداء التعاطي الحكومي في الموضوع هذا، بالإضافة إلى تنظيم عديد مبادرات ترمي إلى إرساء تقليد للتفكير الجماعي بما يتيحه من عرض التجارب وتقاسمها واستعراض المعيقات والبحث عن مداخل لرفعها وتجاوزها. إن مسير هذا الورش الهام لم يكن دائماً خطاً وواحداً بالنسبة لكل الجهات، مما ولد تبايناً في درجة إرساء وتوطيد هياكل الجهوية وإخراج البرامج التنموية، وتفاوتاً في مستوى التنزيل والاستجابة إلى الانتظارات التنظيمية، وضعية عمقتها أزمة كوفيد بتداعياتها والتي يحاول الجميع توفير سبل التعافي والخروج منها. لكن يبقى الإشكال الكبير منصبا في كيف يمكن للجهات أن تملأ الفراغ الذي سيتركه التدبير الدولتي في قطاعات حيوية بمحدودية إمكاناتها البشرية والمادية وبغياب تجربة تدبيرية مرجعية لها تجعلها قادرة على إنجاح كل الرهانات المرتبطة بهذه الثورة المجالية المحدثة. هذا المعطى استشرفت النصوص القانونية حلول له عبر تنويع آليات الاشتغال والعمل، وتدرجا في نقل الاختصاصات، وتعددية في طرق التمويل. فكيف تجاوب كل ذلك مع الإشكالات العملية المطروحة على المدبرين الجهويين؟ إن هذا السؤال هو الذي دفعنا إلى اختيار موضوع هذا الملتقى الذي يرم تسليط الضوء ومزيداً من الضوء على آليات ومنهج التعاقد، هذه الطريقة الجديدة للعمل بين الدولة والجهات بما تتيحه من شراكة المؤسسات وما تصبو إليه من التقائية وتنسيق بين الاستراتيجيات الوطنية للتنمية وبين مثيلاتها على المستوى الجهوي، لا سيما في سياق وطني يعرف تحولات عميقة ومشاريع وطنية كبرى لعل أهمها الرهانات الجديدة للاستثمار والورش الكبير للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تحديات غير معهودة وعلى رأسها التغيرات المناخية ومعضلة الجفاف بما ترتب
عنها من شح الموارد المائية وأثر ذلك على السياسة العمومية في كليتها. إن موضوع التعاقد ينقلنا إلى البحث في الأدوات والخيارات المتاحة للاشتغال، ويجعلنا نلامس بشكل أكبر مجالات الفعل الجهوية، كما يدعونا إلى فتح دائرة التفكير بخصوص حصيلة إعماله. من هذا المنطلق، ففضلاً عن طرحه أرضية المنطقة من تساؤلات للنقاش، فإنني أريد أن أشارككم بعض الإشكالات التي تظهر في عديد من الدراسات التقييمة والتحليلية لموضعنا، ومن بينها الآتي: كيف يمكن ضبط عقلنة آلية التعاقد والحد من ظاهرة التضخم التي يعرفها إعمالها؟ وما هي المقومات التي يجب أن تتوفر في التعاقد بما يعنيه من حضور إرادتين للوصول إلى غاية مشتركة وتشاركية؟ ما السبيل إلى الوصول إلى تحديد قائمة مواضيع التعاقد ومجالاتها؟ ليست الحاجة تدعو إلى صياغة إطار مرجعي واضح كما هو معمول به في مجال التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمنشآت العامة، قادر على الإجابة على كيفيات وشروط إعداد الاتفاقيات والتفاوض بشأنها وطرق تفعيلها وتتبع تنفيذها وتقييمها؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون ولا شك محور اهتمام مداخلاتكم ومساهماتكم وجوهر مناقشاتكم، وستتقاطع الإجابات بخصوصها من منطلق موقع وانشغالات كل واحد منكم، وهو ما سيمكننا من قراءات متقاطعة بزوايا للنظر متعددة ومتنوعة تخدم غاية تنظيم هذا المنطقة المتمثلة في تجميع المتدخلين في مسلسل تفعيل الجهوية، لتدارس أسئلة دقيقة لتقريب وجهات نظرهم وللخروج من توصيات تتم أجراءتها من كل موقع كل متدخل في العملية، وهو ما يلقي على أعضاء مجلسنا أيضا مسؤولية كبيرة في متابعة مخرجات هذا المنطقة على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييمه. غايتنا في النهاية المساهمة في إنجاح هذا الورش والتعجيل بإنهاء مرحلة تأسيسه للانتقال إلى مرحلة الاشتغال العادي لمجالسنا الجهوية لمواجهة تحديات تنمية الإنسان والمجال. وفي الختام، أتمنى لأشغالنا كامل التوفيق والنجاح، متمني لكم أيضا كامل التوفيق والنجاح، ومرحبا بكم مرة أخرى في مجلس المستشارين، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.